السلام عليكم. دلوقتي في موقع اسمه راين دوت ديزاين بيخلينا نصمم الفلور بلانس بطريقة سهلة جدا زي ما نشوف مع بعض. هتدخل على الموقع وممكن يكون عندك ملف مثلا اوتوكاد، تمام. ممكن بقى تقول له انا عايز ارسم بالشكل دوت، تغير الماتيريال بسهولة وتقدر تصدره البي دي اف او اوتوكاد زي ما انت عايز، وتقدر تشتغل انت والتيم بتاعك اكتر من حد في نفس الوقت. في لايبراري كويس جدا، فتقدر ترسم الفلور بلان في وقت قليل انتوا الاثنين شغالين في نفس الوقت. ده من غير ما تستبعد خالص، انت بتشتغل اونلاين تقدر ترفع ملف بي دي اف او صوره او دي دبليو جي او دي اكس اف، وتقدر تشير الملفات بتاعتك. فهو موقع يستحق التجربة. دي البرودكت اللي عندهم. نبدأ معاه بالشكل دوت. ممكن في تمبليت موجود اهوت، تقدر تختار التمبليت اللي انت عايزه. مثلا عايز تبدأ كيتشن، عايز تبدأ من البداية خالص، عايز ترفع ملفات امبورت زي ما انت عايز. خلينا نخش المطبخ نشوف عاملين ايه النهارده. طبعا اول حاجه انا لازم اعملها ان هبدا ارسم الحوائط بتاعتي اهوت، وابدا اشوف بقى انا عايز ارسم على الليفت ولا في السنتر ولا منين اهو. وهنا بقى من الخصائص تبدا تغير الهاي والويتس والول نفسها لو انت عايز تغير اللون بتاعها زي ما انت عايز. وبعد كده ممكن تقدر تحط بقى الأجهزة بتاعتك. زي ما انت شايف بتبقى الموضوع سهل جدا وبسيط، وكل ده من غير ما تسطب أي برامج. يعني ممكن تكون حاجة مطلوبة منك سريعا فتدخل على أي كمبيوتر تبدأ تعمل اللي انت عايزه. تقدر تعمل اوبننج مثلا، تقدر تعمل زون، دي اللايبرري اللي موجود تقدر تختار منها أي حاجة انت عايزها. بتحط اوتوماتيكيا.